وحيد عقبال مليون سنة. مليون كل سنة وانت طيب. ايه ده حلكوا بعد ما نطفي الشمعة شكرا يا جماعة. تعالى شوف بقى. والله يا أهلا تيجي نرقص. واقفة لوحدك ليه يا أمل؟ أيوة مراتي. إيه مالك فرحانة في إيه؟ عايزة ترقصي؟ لا نفسي مش عايزة أرقص. طيب أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه؟ الجو هنا مش مناسب، أنا هكلمك بكرة في التليفون علشان نتفق ونتقابل. نتقابل ليه؟ الله، ومالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجة، بس يعني مش عارفة مؤيدي إيه الحقيقة يعني. عشان كده حبيت اعرف الموضوع. ما بترقصش ليه يا مربي؟ اصل الحقيقه ما لقيتش حاجه تحزن بيها. طيب ما امل اهي ممكن تحزنك. ما تحزنيه يا اموله. امال انت رحتي فين؟ ده بيقولوا عليكي احسن واحده تحزن. أهلا مهدي. أهلا مدام. أهلا مهدي. سنة طيب. طيب جدا. أهلا مدام. أهلا مهدي. إزاي حضرتك؟ كل سنة طيب. كل شيء خالص. احسري لو سمحت الهدية دي مش على شركة. معلش يا مهدي. الليلة دي أنا أمينة المحفوظات بتاعتك. خلاص. تفضلوا بقى. اهلا مربين. اهلا ماهر باشا. انا مدام. اهلا ماهر بيع بالدهب. باجي هاني. مدام امل. اهلا يا ماهر بيع. اهلا مدام. اهلا وسهلا. ايه الاخبار يا مراد؟ السوق نايم قوي يا سيدي. طب ايه رايك لو نصحيه؟ يا ريت. متهيالي احنا اول مره نتقابل. فعلا احنا اول مره نتقابل. حضرتك متاكده؟ طبعا متاكده. سبحان الله. على مو فرصه سعيده قوي. احنا اللي اسعد عن اذنك. تاخدي انتي الدكتور وحيد وسيبي الباقي عليا انا. افرضي ما صدقتش وقعدت. دي عامله ان عندها كرامه قوي. بعد ما هقول لها الكلام ده مش هتقعد دقيقه واحده. انا مش عارفه ايه اللي جابها. انا ما عزمتهاش. بقى معقوله يعني هيسيبها في مناسبه زي دي؟ يا عالم بقى يا سالي. يا عالم متفقين ينزلوا من هنا يروحوا على فين؟ يا سالي عايشه العز ده كله منين؟ منين؟ محدش حظه حظ سالي.
أبوها الله يرحمه فؤاد رسمي كان رئيس بنك مصر الجديد، وامها رحمة الله عليها نيلة عبد الرازق كانت واخدة هي واخواتها توكيلات بتاعت شركة مستلزمات ديكورات البيوت. يعني سالي مش متجوزة؟ لا كانت متجوزة المرحوم الملياردير مصطفى الخولي. مش هو ده اللي كان متجوز الممثلة إياها؟ برافو عليك. أصل هو بصراحة بيحب يغير جوازاته كل ما يغير العربية. بس بصراحة بيدفع كويس. عارفة سالي خدت منه كام؟ خدت مؤخر بس 2 مليون جنيه. لا شاطرة. أنا آخر بقول جابت الفلوس دي كلها منين؟ صورتها سيدة شكرا يا روح قلبي. لحظة واحدة يا سيدة. في ايه؟ في حاجة؟ أمل فين أمها؟ أمل تعالي يا أمل تعالي هنا جنبي عشان نطفي الشمع سوا. على فكرة يا سيدة انتي السنة دي حاطة شمعة واحدة بس ليه؟ علشان ما حدش يعرف سنك غيري. ماشي انا موافق يا سيدي. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to وحيد. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا سنة حلوة يا وحيد. سنة حلوة يا وحيد. يلا حالاً بلاً بلاً حيا أبو الفصل. حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد. فليح يا أبو الفصل. ثلاثة اثنين واحد. سنة حلوة يا وحيد. سنة حلوة يا وحيد. على فكرة دي أحلى كل سنة وأنت طيب يا باشا السنة. يا ترى هتبقى على طول كده معايا كل سنة وأنت طيب؟ إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب. شكرا يا مراد. وبعد 100 سنة الله يخليك الله يخليك. كل سنة وأنت طيب يا دكتور. شكرا يا مراد. شكرا قوي يا جماعة. مش ملاحظ حاجه يا ماهر؟ حاجه زي ايه؟ ان في حاجه بين الدكتور وحيد واسمها ايه دي؟ قصدك سالي؟ لا انا قصدي على الوقفه جنبه اللي نادى عليها من شويه. اللي مراد عرفنا عليها اسمها امل. ايوه امل. انا متهيالي كده ان في حاجه بينهم. ما انت عارفه وحيد ده بيغير الستات زي ما بيغير عربيته. اخس ده راجل ما عندوش قلب. وليه ما تقوليش انه ما عندوش وقت؟ وهو يعني الحب هيعطله في ايه؟ هو اصله ما لقاش زي كده اللي تملى عليه حياته. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. شفتي؟ شفتي اللي عمله وحيد؟ شفتي طبعا. مش قادر يبعد عن الاموره وهو بيطفي الشمس. انا كنت في نص هدومي. الناس هتقول ايه دلوقتي؟ دي عملت له الحفله وفضل عليها السكرتيره بتاعته. انت برضه الناس هتقولي سكرتيره؟